في ظل الحديث عن اقتحام وشيك لمدينة الحديدة من جانب القوات التابعة للحكومة والتحالف العربي، دخل مجلس الأمن الدولي على خط المعركة مجددا وعقد جلسة بطلب من بريطانيا. جلسة المشاورات المغلقة التي شهدت احاطتين من كل من المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لإطلاع أعضاء المجلس على الوضع الإنساني ونتيجة المحادثات السياسية قبل معركة الحديدة وتأثيرات أي هجوم محتمل على المدينة، دعت في الختام إلى خفض التصعيد العسكري وقررت إرسال بعثة برئاسة جريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الهجوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال في مؤتمر صحفي إنه تجري في الأثناء مفاوضات مكثفة وأن المبعوث الأممي يقوم برحلات مكوكية بين صنعاء وأبوظبي والرياض أملا في أن تكون هناك طريقة لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة. سيعود جريفيث إلى صنعاء على ما يبدو حاملا معه خطته القديمة التي رفضت الأسبوع الماضي من قبل ميليشيا الحوثي والتي تحوي عرضا بتجنيب الحديدة المواجهة مقابل تسليمها لطرف ثالث تحت إشراف دولي، فيما يبقى مصير هذه الخطة مجهولا إذ أنه ما من فارقة بالنسبة لميليشيا الحوثي طالما وأنها ستكون خارج الميناء الذي يمثل مصدرا رئيسيا لتمويل مجهودها الحربي. كانت بعض التقديرات تشير لأن اندفاعات القوات التابعة للحكومة في بلدات الساحل الغربي ووصولها إلى مشارف المدينة تعكس تغيرا في الموقف الدولي من هذه المعركة، وأن التحالف العربي حصل على ضوء أخضر من المجتمع الدولي لخوض المواجهة، لكن التحرك الدولي الأخير يشير لأن معركة الحديدة المرتقبة لا يزال ينتظرها الكثير.